بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوحدة السبعة، الدرس الثالث والرابع، كلمتهم كده. يلا نبدأ. بسم الله. My long term goal، الهدف الطويل المدى بتاعي. هدف طويل المدى يعني الهدف اللي أنا عايز أعمله في حياتي. Is to have a successful as a project manager، إن أنا يكون عندي كراجل مدير مشروع. employee دي معناها موظف، اللي هو احنا بنسميها عامل، يعني زي worker. employer دي قلنا صاحب العمل او مكان العمل. طب work يعني يعمل ومعناها عمل. طب career يعني حياة مهنية. انت طبعا اكيد مش هتستخدم او مش هتفكر في employee و employer، بره تفكيرك. تفكيرك في work و career. بالعربي كده انت ممكن تقول a successful work يعني عمل ناجح كمدير مشروع، ولكن حضرتك اكيد قلت لنفسك ازاي خلبوص الآه دي ما تجيش مع ورك. اشمعنى؟ عشان ورك اسم لا يعد يا فندم، فنستبعد ورك وتبقى الحياة المهنية هي الإجابة. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 2، I am hard working. قبل ما احل الجملة دي في شوية حاجات عايز تعرفها. hard working دي صفة، تمام؟ طب ازاي هو يا مستر جاب لي قبل الصفة؟ ما هو عشان هيقول لك hard working individual يعني فرد، يعني صفة اسم. طيب امال ايه work hard؟ work hard يعني يعمل بجد. كنا طلعنا الملحوظات دي قبل كده مره تقريبا في تاني وحده. work hard يعني يعمل بجد. طيب امال ايه hard لوحديها؟ hard معناها جاد ومعناها بجد، يعني صفه وظرف. طيب I am a hard working an organized individual with genuine interest. genuine دي معناها اصلي. فاكر انت كلمه authentic اللي كنا خدناها في اول وحده؟ authentic وكلمه original اللي هم معناهم اصلي، وجينوين يعني اصلي برضو. عندي اهتمام اصلي اساسي يعني في ديجيتال ماركتنج، التسوق الالكتروني. يبقى ام هارد وركينج، انا شخص جاد في عمله. موتيفيتد محفز. موتيفيتور ده الذي يحفز الاخرين. موتيفيشن اللي هو الحافز او التحفيز. موتيفيت يعني يحفز الفعل. انا جاد في عملي ومحفز نشيط يعني. I have not all necessary information in my CV to ensure thoroughness and to make it intriguing. طيب عايز اقول لك بالعربي انا عملت ايه في كل المعلومات الاساسيه؟ اكيد انا ضميت او اشملت او ارفقت يعني. فانت ممكن تكتب له هنا I have included، يعني انا لقد ضممت، لقد اشملت، لقد اضفت. وعلى فكره كان ممكن تستخدم هنا كلمه اد اللي معناها برضو يضيف، اللي هي ADD. طيب exclude يعني عكس include. include يعني يشمل او يضم. exclude معناها يستبعد. contain معناها يحتوي على. consisted معناها من جاء من كلمه consistence، الف او نسق. يبقى الجمله على بعضها كده، انا ارفقت او ضميت او اشملت كل المؤهلات او المعلومات الاساسيه في السي في. he recently not from the faculty of commerce. هو من كليه التجاره. and is currently an accountant، شغال محاسب. join يعني يلتحق به، وعكسها leave يغادر، والماضي منها left اللي هي دي. left دي معناها غادرة. رقم واحد كده اول حاجة عايز تعرفها معناها غادرة. لما يكون في واحد مثلا دخل الاجتماع التاني عكسه يعني غادر الاجتماع، يبقى ده رقم واحد كده معناها غادرة. الحاجة التانية كلمة left معناها متبقي. لما اقول لك مثلا على سبيل المثال we have two apples left، يعني احنا متبقي لدينا تفاحتين. طب graduate يتخرج، طبعا انت بتقول لي انا ان هو graduated from يعني تخرج من كلية التجارة. طب ليه ما نقولش يا مستر درس في كلية التجارة وهو دلوقتي شغال محاسب؟ استايل حضرتك عايز ايه؟ مش from. When I was a sales manager، لما أنا كنت زمان مدير مبيعات. I was awarded a prize، أنا منحت جائزة. For not increasing sales، أنا منحت جائزة للتميز في زيادة المبيعات. التميز له اسمه excellence. أمال excellent معناها ممتاز أو متميز، دي صفة لكن دي اسم. طب excellently معناها بشكل ممتاز. excel يعني تحدى أو يفوق. The HR اللي هو human resources زي ما اتفقنا، طبعا ده قسم في الشركات. will give training هيدي تدريب، يبقى ال HR department هو قسم الموارد البشريه. the customer service خدمه المبيعات او قسم خدمه المبيعات. contacts customers بيتصل بالزبائن. to get not from them about our products عشان ياخد منهم فيدباك. فيدباك يعني تغذيه راجعه. تغذيه راجعه مقصود بها ايه؟ مقصود بها رايهم يعني، زي كلمه opinion كده. فقسم بعد ما تعمل اي حاجه كده ففودافون تتصل بيك تقول لك انت يا فندم راضي عن الخدمه ولا لا، هم عايزين منك الفيدباك اللي هو مين؟ تغذيه راجعه اللي بتدي معنى راي. Egypt was a not in the 2021 Africa Cup of Nations. مصر كانت في نهائيات يعني 2021. طبعا crowd اللي هو الزحام. fit معناها لائق او مناسب. finalist يعني كان عضو او كان يعني فريق من الفرق اللي لعبت النهائي. wetland للارض المبلله يعني، يبقى كده فاينالست.
at weekends في الاجازات. ولاحظ ان at مع weekends و at مع midday و at midnight كده، لكن holiday معها on. at weekends I not at a charity، انا بعمل ايه في منظمه خيريه؟ I volunteer. volunteer دي verb بمعنى يتطوع، و volunteer دي noun بمعنى متطوع. طبعا impress اللي معناها يؤثر، زي من هنا كلمه impressive اللي هو مبهر، persuade يعني يقنع، و graduate يتخرج. طيب اللي بعد كده رقم 10، my audience all looked، الجمهور كلهم بدأوا ايه؟ by the presentation I was giving، بالبرزنتيشن اللي انا بقدمه، العرض اللي انا بقدمه. permanent اللي معناها دائم. طيب long term اللي هو طويل الامد. impressed معناها منبهر، فكلهم كانوا منبهرين. طبعا appropriate اللي هو مناسب، زي convenient، زي suitable اللي خدناهم قبل كده. it's necessary to be not dressed، من المفروض انك انت تكون مرتدي ملابسك ايه؟ for a job interview، لوظيفة يعني. طيب أول واحدة كده appropriately معناها بشكل مناسب، و nationally معناها عالميا يعني أو دوليا sorry. smartly معناها بأناقة، يبقى كده A and C. على فكرة كان ممكن تستخدم كلمة احنا كنا اتفقنا قبل كده ان كلمة smart بتساوي كلمة elegant، بتساوي كمان كلمة graceful، بتساوي كمان كلمة stylish. فانت كان ممكن هنا تستخدم gracefully، stylishly، appropriately، smartly، كلهم هيدوا نفس المعنى. suitably كده كل ده مناسب. be will earn money to pay for their living، الناس بيكسبوا فلوس عشان يدفعوا living expenses اللي هي مصاريف الحياة. editorial day اللي هو كلمة رئيس التحرير، excellence اللي هو الامتياز، impression الانطباع، فهم بيصرفوا عن living expenses اللي هي تكاليف الحياة، مصاريف الحياة. it is the duty of us، انه من واجبنا، to not those who help the community، من واجبنا ان احنا نعمل ايه في الناس اللي بتساعد المجتمع. award دي معناها يعطي جائزة رسمية، يعني يمنح جائزة رسمية. cover يعني يغطي، ومعناها غطاء. overlook معناها يطل على. طب reward يعني يكافئ، احنا المفروض نكافئ الناس اللي بيقدموا اعمال خيرية. ف 14 I was not my secondary school certificate in 1994، انا منحت شهادة الثانوية العامة في 1994 بما انها شهادة رسمية ف awarded. طيب كفر يعني غطي زي ما قلنا، موتيفيت يعني يحفز، وريورد يعني يكافئ او يعطي منحه او هديه غير رسميه. it was lack of a، لقد كان نقص الاي، which made it difficult for me to get the job، الذي جعلني لا احصل على وظيفه او صعب ان احصل على وظيفه. نقص في الاكسبيرينس اللي هي الخبره. بانديميك اللي هو الوباء او الجائحه. بروفايل اللي هو الملف الشخصي ومعناها وضع. فولو اب اللي هي المتابعه ومعناها التابع او يتابع يعني. انا نوت اورجانيزيشن اور كمباني belongs to several countries، يعني يعني هي ملك او تابعه يعني لدول مختلفه، يبقى دي منظمه متعدده الجنسيات، يبقى مالتي ناشونال. طبعا organizational اللي هو تنظيمي، residential اللي هو سكني، وبيزك يعني اساسي. your fluency طلاقتك will not their interviewer او the interviewer I am sure، طلاقتك سوف تبهر المحاور، انا واثق من ذلك. طبعا volunteer يعني تطوع او متطوع، follow up يعني يتابع ومتابعه، وgraduate يتخرج. to try to use not words، حاول تستخدم كلمات ايه؟ when you complain عندما تشتكي. be polite even when you are angry، كن مهذبا حتى وانت بتشتكي. يبقى حاول تستخدم كلمات appropriate يعني مناسبه. impressed معناها منبهر. long term طويل المدى، و permanent يعني دائم. I never forget to have a look at the of the newspaper، انا ما بنساش ابدا اني ابص على الايديتوريال اللي هو كلمه رئيس التحرير يعني اللي في الجريده. طيب بعد كده رقم 20، if you not students، لو انت عملت ايه في الطلاب يعني، that makes them willing to do better، ده بيخليهم مرحبين ان يؤدوا بشكل افضل. لو انت حفزت الطلاب يبقى موتيفيت، موتيفيت يعني يحفز. كورونا فيروس بانديميك، طبعا مش محتاجين نكمل، كورونا فيروس بانديميك اللي هو وباء كورونا او جائحه كورونا. a beginner starts by learning the not skills of the career، الشخص المبتدئ بيبدا بتعلم المهارات الاساسيه للشغلانه، يبقى basic. to be a good member of work group، عشان تكون عضو جيد في مجموعة العمل، you need to be a good، محتاج انك تكون good team player. team player هو الشخص الذي يتقن العمل في مجموعات، فهو بيقول لك بقى عشان تكون عضو كويس من التيم ورك او الورك جروب، فانت محتاج تكون team player كويس. the accident has left not effect، الحادثة تركت اثرا ايه عليه. he can't walk without a stick in his hand، ما عادش بيعرف يمشي من غير عصا في يده، يبقى ثبت اثرا دائما اللي هو permanent اللي هو دائما. طبعا protective يعني وقائي او حمايه من الحمايه يعني. وimpressed معناها منبهر او متاثر. appropriate معناها مناسب.
When I was a beginner, لما أنا كنت مبتدئ كصحفي, I used to not local news stories. أنا اعتدت إن أعمل إيه في قصص يعني إخبارية. Award يعني يمنح أو يكافئ, يعطي جائزة رسمية. Cover يعني يغطي. حتى أنت لما تقول out of coverage يعني خارج التغطية, يعني محدش بيبص عليهم يعني. طيب I'm looking forward to a good night in my job. أنا بطلع إلى إيه في وظيفتي؟ فايل ملف ومبرد, ومعناها يعني يعمل ضافره. بانديميك اللي هو الوباء او الجائحه. ستارت اب اللي معناها بدايه جيده. فهو بيقول لك انا ابحث عن اتطلع الى جود ستارت اب, بدايه جيده, ان ماي نيو جوب في وظيفتي. فاكتوريز المصانع. ماست نوت بي بيلت, لا يجب ان تبنى بالقرب من المناطق ال ايه يا ترى؟ اكيد المناطق السكنيه ريزيدنشال. طبعا ده تنظيمي اورجانيزيشنال ومالتي ناشونال متعدد الجنسيات وبيسك يعني اساسي. I did very well while answering the not questions. انا كنت ادائي كويس جدا عندما كنت اجيب اسئله المحاور. المحاور اللي هو الانترفيور. تيم بلاير ده اللي هو رئيس الفريق. كارير الحياه المهنيه. وجورناليست او جورناليزم اللي هو الصحافه. طيب his good presentation, العرض التقديمي الجيد اللي هو قدمه. of his point of view يعني او يعني ارائه, يعني البرزنتيشن الجيد الذي قدمه لارائه. everybody with his opinion, عمل ايه في الناس برايه؟ اكيد. تعال نشوف. ريورد يعني كافئة. فولنتير تطوع. بيرسويد يعني اقنع. فبقول لك العرض الجيد اللي هو قدمه الافكار اقنع كل الناس بارائه. as a student, كطالب. I have not goal, انا عندي هدف ايه. I want to take medicine as a profession, عايز اكون دكتور. يبقى ده long term اللي هو الهدف زي ما اتفقنا قبل كده, طويل المدى. طيب I think I have given a good ايه, اعتقد انني اعطيت ايه جيد في في الحوار. اكيد impression, give a good impression يعني يعطي انطباعا جيدا. The successful advertisement, الاعلان الجيد. Raised the countries, رفع من الايه بتاع الكمباني سوري. Profile اللي هو الوضع طبعا. Pandemic اللي هو الوباء. Experience الخبرة. وفولو اب اللي هو المتابعة. فولو اب دي بمعنى ايه؟ لما تكون انت رايح تكشف عند دكتور فيقول لك هتجيلي تكشف عندي كمان كل اسبوع مرة, فتيجي كل اسبوع مرة عشان تعمل فولو اب متابعة. فبقول لك ان الاعلان الناجح رفع من البروفايل مكانه الشركه او وضعها. كلمه بروفايل هنا بتساوي كلمه بوزيشن. طيب there is going to be not a change, سيكون هناك تغيير ايه. with the coming of the new management, مع الاداره الجديده. اكيد بما ان في اداره يبقى organizational وتغيير تنظيمي. this type of screen of sunscreen, النوع ده من واقي الشمس بيوفر لك او بيقدم لك layer, طبقه ايه. That protects your skin, بتحمي جلدك. فأكيد طبقة واقية. واقية دي اللي اسمها protective. Permanent زي ما قلنا دائم. Impressed معناها منبهر أو متأثر. Organizational تنظيمي. You need some not treatment, أنت محتاج بعض العلاج الإيه. After you leave hospital, follow up treatment اللي هو إيه بقى, المتابعة العلاجية. Follow up treatment اللي هي المتابعة العلاجية بعد أن تغادر المستشفى. طيب بعد كده 36 بقولك means correct or suitable for particular time, situation or purpose, معناها ايه؟ معناها انك انت معناها بشكل ان هو صحيح او مناسب او مناسب يعني في موقف معين او موقف او وقت معين او غرض معين. organization تنظيمي. permanent دائم. residential معناها سكني. appropriate اللي معناها مناسب. فكلمة appropriate معناها مناسب يعني هو صحيح في موقف معين. is something that is done to make sure that earlier actions have been successful, حاجه بنعملها عشان نتاكد من ان الحاجات اللي عملناها طلعت صح اللي هي المتابعه. يبقى فولو اب. الدكتور بعد ما يعمل لك عمليه بيعمل لك فولو اب عشان يتاكد ان العمليه ماشيه كويس. is connected with beginning a new business, لها علاقه ببدايه بزنس جديد اللي هي ستارت اب. البدايه ستارت اب معناها بدايه, انك تبدا بدايه ناجحه في شغلك. is someone who works, هو الشخص الذي يعمل بشكل جيد. as a member of work group, كعضو في المجموعه العامله او مجموعه العمل, خصوصا في بزنس. ده مين بنسميه؟ تيم بلاير. طب ليه مش بلاير؟ بلاير لاعب كوره. جورناليزم الصحافه, جورناليست الصحفي. لكن دي معناها الشخص اللي بيشتغل في جامعات او الشخص الذي يعمل في مجموعات. ديسكرايبس ا بارت اوف ا تاون, بتوصف لنا جزء من المدينه اللي بتكون من برايفت هاوسز, منازل خاصه ما فيهاش اي مكاتب او مصانع, فدي منطقه سكنيه بنسميها ريزيدنشال اريا. سي ادجكتيف نوت مينز كونتينوينج, معناها مستمر. توكزيست, مستمر في الوجود لفترة طويلة يعني دائم اللي هو permanent. is a disease, هو مرض. that affects people over a very large area, or هو مرض بينتشر بين الناس في منطقة كبيرة جدا او في العالم كله. يبقى ده الوباء اللي اسمه pandemic. the adjective الصفة mean
means relating to the way an organization and its activities، يعني لها علاقة بالطريقة اللي المنظمة وأنشطتها بيتم تخطيطها، يبقى ده تنظيمي اللي هي organizational، الأمور التنظيمية. means continuing for a long time a period of time or relating to what will happen in the distant future، معناها مستمر لفترة طويلة أو له علاقة باللي هيحصل على المدى البعيد، من معناها كده يبقى long term اللي هو طويل الأمد أو ذاتها مدى بعيد أو على المدى البعيد. 45. What is the opinion or feeling you have about someone or something، الرأي أو الشعور اللي عندك عن شخص أو شيء معين. Because of the way they seem، بسبب الطريقة اللي هم بيبدو بيها، يبقى ده انطباعك عن شخص أو انطباعك عن شيء، معناها كده إن رأيك أو شعورك اللي عندك عن شخص أو عن شيء. طيب بعد كده we have no time to waste، ما عندناش وقت نضيعه. let's not start it، هيا نبدأ. يبدأ اسمها get started. the interviewer asked me to not a seat، المحاور طلب مني أن أخذ مقعد، إن أجلس يعني، يبقى take a seat. وعلى فكرة ممكن برضو نقول have a seat، وممكن أقول لواحد seat yourself، وممكن أقول له كمان be seated، كل دول كده معناهم اجلس. all companies now not regular training، كل الشركات اللي من دول بتعمل ايه تدريب منتظم to their employees، اكيد بيعطوا تدريبا، يبقى give. a team player is necessary for working in a group، awarding طبعا منح، achieving تحقيق، role playing اللي هو لعب الادوار يعني، و being ان تكون team player من الاشخاص الذين يمكنهم العمل في مجموعات، هذا شيء ضروري لو انت هتشتغل في جروب. 5 بقى I was interviewed by the journalist، انا تم عمل حوار معي بواسطة الصحفي. who knows the news stories، الذي يعمل ايه في النيوز ستوريز in our area في منطقتنا، الذي يغطي يبقى covers. going رقية you are doing انت بتؤدي بشكل كويس يا رقية، فاستمري، استمر اسمها keep going. طيب two students، اتنين طلاب. a job interview the student who played the applicant was great، يعني بقول لك ان اتنين طلاب لعبوا او مثلوا مسرحية، يعني مثلوا مقابلة شخصية، والواد اللي كان بيمثل دور المتقدم كان عظيم، يبقى رول بلايد لعبوا او مثلوا مسرحية او مثلوا ادوار. as a team member ايمن is a good that not start up ideas، بقول لك كعضو في الفريق يعني، فايمن ده هو جيد فيه انه يعمل ايه في الافكار، رول بلاينج ولا كفرنج ولا موفينج ولا ديفلوبينج. عربي بتقول لي ان كعضو في الفريق ايمن ده شاطر في تطوير الافكار، يطور افكار اسمها ديفلوب ايدياز، يبقى ديفلوبينج ستارت اب ايدياز، ايا كان نوع الافكار اسمها ديفلوب ايدياز. ذا بيرمننت جوب الوظيفه الدائمه، اي هاف بين اي از ريلي ا جود تشانس، الوظيفه الجيده، الوظيفه الجيده الدائمه التي اي هاف بين، خد بالك ده مجهول، اي هاف بين اوفرد التي قدمت الي او عرضت الي. طب يا مستر مش احنا بنقول دو ا جوب، احنا بنقول دو اجوب فعلا لو انت عايز تقول يؤدي وظيفه لو معلوم، يعني كان ممكن تقول اي في الجمله دي عايز تستخدم دو، يعني هتقول اي هاف بين دوينج، اي هاف بين دوينج كده، هتبقى الجمله بقى ذا بيرمننت جوب الوظيفه الدائمه، اي هاف بين دوينج التي اقوم بها هي جيده، لكن انت هنا مديني اي هاف بين وكلهم تصريف ثالث، فاي هاف بين اوفر يعني التي قدمت الي او عرضت علي. prizes are not to those who make difference، الجوائز تمنح لأولئك الذين يقدمون أو يحدثون اختلافا في حياة البشر، يبقى awarded. everyone أو everybody hopes to their career goals، كل واحد بيأمل في إن هو يعمل إيه في الأهداف يحققها، يبقى achieve أو realize. the good impression lean has، الانطباع الجيد اللي lean أعطته يعني في الانترفيو، helped her get the job، ساعدها في الحصول على الوظيفة. وأنت عارف إن كلمة make an impression يعني يحدث أو يعطي انطباع. الميني تيست نمبر 2 بيقول لك كريتيف ثينكرز اللي هم الناس المفكرين المبدعون بيعملوا ايه في الايدياز. احنا عارفين ايدياز دي بيجي معاها كام اب ويز وبريزنت وانتروديوس وديفلوب، انت قدامك كام اب ويز. وي وونت نوت ذا نيكست تاسك انتل وي هاف دون ذا تاسك ان هاند، احنا سوف لا نبدا يعني او ننتقل الى المهمه التاليه الا بعد ان ننتهي من المهمه التي في يدينا، يبقى موف يعني ينتقل الى او move on to يعني. طيب the plane not off، الطائرة بتقلع، يبقى take off، take off يعني تقلع الطائرة. I participate in all the activities at school، انا بشارك في كل الانشطة في المدرسة. ممكن نحط الفعل participate ده نستخدم بدلا منه take part in، ما take part in يعني يشارك فيه.
participate in يعني يشارك فيه. طب take place in يعني يحدث. رودينا succeeded not her set goal يعني رودينا نجحت في تحقيق هدفها الموضوع. يبقى succeed in ing يبقى succeeded in achieving. A job applicant has to be أو to prepare an impressive professional. إيه؟ بقول لك المتقدم للوظيفة لابد إن هو يجهز أو يعد يعني impressive يعني مبهر, professional يعني احترافي, video يعني فيديو, وسوت يعني بدلة, لا سوري معناه يناسب, وبروفايل اللي هو الوضع ومعناه ملف شخصي, وجول يعني هدف. فالشخص المتقدم للوظيفة عليه أن يجهز أو أن يعد ملفا تعريفيا مهنيا يبقى professional profile. My language skills helped me not a better position with higher salary. انت عارف ان help مفعول مصدر او help مفعول تول مصدر, ادي المصدر وادي تول مصدر يبقى A and B. بعد كده رقم 8, he made a good impression, هو اعطى انطباعا جيدا. The interview يعني في المقابلة الشخصية او اثناء المقابلة, interviewer المحاور مش الحوار, هو ترك انطباعا جيدا لدى المحاور, لدى دي اللي هي on. يبقى make impression on يعني يضع او يلقي انطباعا جيدا على. I want you to not the book back to the library, انا اريدك ان تأخذ الكتاب وتعيده للمكتبة او تحضر الكتاب للمكتبة, يبقى A and B. اللي بعد كده رقم 3, he graduated not a teacher from Asyut University. A teacher دي وظيفة, وانت عارف ان graduate as وظيفة, لكن in سنة ومجال, وfrom جامعة. إسراء and her husband are graduates, يكونوا خريجي جامعة القاهرة, يبقى are graduates of. احفظ دي كده, graduate دي اسم, لما يكون معاك الاسم هتاخد of, لما يكون معاك الفعل هتاخد from مباشرة. يبقى graduated, he graduated from Cairo University, لكن he is a graduate أو they are graduates of والجامعة. I expected Ali to get not for his great achievement, ما دام ده انجاز يبقى دي يبقى ديت منحه او جائزه رسميه, يبقى سيبك تعالى to get an award اللي هي رقم بي. وما لي اوارد دي, ده الجناح اللي في المستشفى. محفوظ was not the Nobel Prize, محفوظ منحه جائزه نوبل وده جائزه رسميه, يبقى was awarded. بعد كده the team members were after winning the league, بعد ما فازوا بالليج فهم منحوا جائزه, يبقى the team team members were awarded يعني كوفئوا. رقم 6, is the knowledge or skill that you gain from doing a job or activity, المعرفة أو المهارة اللي بتحصل عليها من القيام بنشاط اللي هي الخبرة. طيب تعال نشوف بقى experience الأولانية دي, تعال نترجم من 4 كده ونكتب عليهم ترجمتهم عشان دول مطلوبين. experience يعني خبرة, ودي اسم لا يعد, يبقى أول واحدة كده خبرة. طب experiences اللي هي تجارب الحياة, جمع. an experience دي معناها تجربة حياتية. experienced معناها خبير, هو المعرفة اللي انت بتاخدها من المواقف وكده اسمها خبرة, يبقى experience على طول رقم A. 25 years of work, 25 سنة من العمل. in the field has made him really, جعلته خبيرا, يبقى experienced. visiting Paris is an experience, زيارة باريس هي تجربة لن انساها. visiting Paris is one of the, مدام one of لازم بعدها اسم جمع, يبقى experiences موضوعها خلصان. اللي بعد كده المينا تيست اللي على الدور الاخير, خلص الاخير. طبعا النهارده ان شاء الله برضه هينزل فيديو القواعد عشان نخلص التمنه النهارده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.